اليوم العالمي للسياحة تحت شعار السياحة متاحة للجميع، اختارت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية الاحتفال به من ولاية وفران بعد زيارة عمل وتفقد لمعالي وزير القطاع السيد عبد الوهاب نوري، رفقة كل من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة السيدة منى مسلم والوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية السيدة عائشة طقابو، حيث استهلوا الزيارة بمعاينة إنجاز مؤسسة فندقية بحي البركي. وخلال وقوف الوفد عند المشروع شدد معالي وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية السيد عبد الوهاب نوري على ضرورة جعل السياحة في متناول الجميع خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث طالب صاحب المشروع بضرورة مراعاة واحترام الشروط الأساسية المتعلقة باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء عملية الإنجاز. وزار بعدها الوفد الوزاري المسجد القطب عبد الحميد ابن باديس الذي اعتبره الوزير نقطة مدرجة في السلسلة السياحية لمدينة وهران، وحظى معالي الوزراء بتكريم خاص بالمسجد القطب عبد الحميد ابن باديس. يكمل بعدها الزيارة بتدشين فرع وكالة السياحة والأسفار أزور الكائنة بمحلات المسجد القطب عبد الحميد بن باديس. وتوجه السادة الوزراء بعدها إلى الموقع الأثري سانتا كروز للوقوف على أشغال إعادة الترميم التي تشرف عليها المؤسسة الفرنسية جيرار، إذ من المنتظر أن يستلم المشروع شهر أبريل 2017. أما بحي قنبيطة فقد قام السيد الوزير عبد الوهاب نوري بتدشين فندق فانتازيا التابع لإحدى المستثمرين الخواص قبل تفقد الفندق، حيث طالب الأخذ بعين الاعتبار الوجهة التي يطل عليها الفندق الذي تصل سعته إلى 34 غرفة و 68 سرير. ووقف بعدها الوفد الوزاري على مشروع إنجاز المدرسة العليا للفندقة، حيث استمع إلى عرض مفصل حول إنجاز هذه المدرسة التي سيعزز بها قطاع السياحة من جانب التكوين. وفيما يتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي جاء تحت شعار السياحة متاحة للجميع بفندق الميريديا، فبعدما عرضت الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم مخطط تهيئة الإقليم بولاية وهران، ألقى السيد الوزير عبد الوهاب نوري كلمة عرج من خلالها على ضرورة التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة حتى تكون السياحة متاحة للجميع، حيث دعا المتعاملين وأصحاب هذه المشاريع إلى مراعاة واحترام الشروط المتعلقة باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة كشرط أساسي أثناء إعداد الدراسات وحتى أثناء عملية الإنجاز والاستغلال. وبذات الفندق وقف السيد الوزير عبد الوهاب نوري رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة السيدة منى مسلم والوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية السيدة عائشة طقابو، رفقة والي الولاية السيد عبد الغني زعلان عند الأجنحة الخاصة بالمتعاملين في مجال السياحة والأسفار والفندقة وكذا مدارس التكوين والجمعيات والفنادق إضافة إلى الدواوين. وقد تم تكريم بعض الأشخاص الذين ساهموا في تطوير وتنمية السياحة بولاية وهران. وبعدها توجه الوفد الوزاري لعقد لقاء صحفي تحدث فيه السيد الوزير عبد الوهاب نوري عن أهمية ولاية وهران كقطب سياحي، خاصة وأنها ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط